الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة أحوال الطقس المتوقعة لليلة اليوم وحالة الطقس لصبيحة الغد بحول الله. نستهلها أيضا بدرجات الحرارة الدنيا والمتوقعة لهذه الليلة أيضا في حدود 21 درجة على السواحل الغربية بوهران، بني سافت، لمسان ومستغانم، 19 درجة بالعاصمة ونفس المقياس بأقصى الشرق على سكيك دال قالة عنابة والطرف. بمرتفعات الأوراس إذا نسجل كأدنى مقياس في حدود 11 درجة، 15 درجة على سطيف وقسنطينة و18 درجة على مشريان، عمل، جلفة والبيض وصولا حتى تيارد. بالجنوب الكبير إذا في حدود 26 درجة على الجنوب الشرقي حتى على منطقة الثورة والصحراء الوسطى، 29 درجة على تندوف، 25 درجة بشمال الصحراء بغردايا ورقلة تقرد حتى على منطقة الواحات. بمرتفعات الهجار والتاسيلي في حدود 22 درجة على جانيت وتامن راست و25 درجة بأقصى الجنوب الجزائري على برج بجي مختار وعين قزام. نمر إذن إلى الوضعية الجوية المتوقعة لصبيحة الغد بحول الله. على العموم سوف نشهد إذن سماء مغشاة جزئيا ببعض السحب، سوف تكون عابرة على كافة السواحل الوسطى الشرقية والغربية. إذن بعد الضباب سوف يهم كافة السواحل هذا خلال الصبيحة وسرعان ما يتلاشى بعد الظهيرة. فيما يخص المرتفعات الداخلية إذن سنشهد سماء ملبدة ببعض السحب الكثيفة حتى مع تشكل خلايا رعدية واحتمال لتساقط بعض القطرات من الأمطار. أجواء مشمسة على الأطلس الصحراوي والنشاط الرعدي سيبقى يهم وسط الصحراء وصولا إلى أقصى الجنوب الجزائري حتى على مرتفعات الهجار والتاسيلي مع احتمال تساقط أمطار إذن على منطقة تامن راست، دائما مع تطاير للرمال بالصحراء الوسطى ويعود ذلك إلى تأثير الرياح القوية. عن درجة الحرارة القصوى والمتوقعة لظهيرة الغد بحول الله، إذا سوف تعود لتنخفض قليلا هذا على السواحل الوسطى في حدود 28 درجة بالجزائر العاصمة حتى على بليدة وبومرداز، بأقصى الشرق في حدود 30 درجة، 34 درجة على وهران، 33 درجة بمشرية ونعامة حتى على سطيف وقسنطينة و28 درجة بمرتفعات الأوراس على خنشلات بسا وبتنا. بالجنوب الكبير في حدود 41 درجة على الجنوب الشرقي حتى على شمال الصحراء نفس المقياس بالصحراء الوسطى بتيميمون أدرار وعين صالح. بمنطقة الثورة في حدود 40 درجة، 43 درجة على الجنوب الغربي، 38 درجة على مرتفعات الهجار والتاسيلي على جانيت وتامن راست و43 درجة بأقصى الجنوب الجزائري ببرج بجي مختار وعين قزام. نمر إذن إلى الملاحة والصيد البحري وعن أحوال البحر. البحر بحول الله سوف يكون من هادئ إلى قليل الاضطراب هذا على كافة السواحل الوسطى الشرقية والغربية اتجاه الرياح، سوف تكون من شمالية إلى شمالية شرقية على طول الشريط الساحلي. إذن سرعة الرياح ستبقى خفيفة إلى معتدلة ولن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة على طول الشريط الساحلي. نختم النشرة الجوية إذن بالمعلومات الفلكية التي تهم الجزائر العاصمة وضواحيها بشروق وغروب الشمس. الشروق بحول الله على 6:23 دقيقة، أما الغروب فسوف يكون على 7:08 دقائق. بهذا نأتي إلى ختام النشرة الجوية، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله. الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات.